لسه مكملين مع حضراتكم احتفاليتنا بذكرى العطرة للنبي عليه الصلاة والسلام وهجرته الكريمة. طبعا في شعراء كتير قوي تغزلوا وكتبوا ووصفوا هذه المناسبة الجميلة ووصفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومهما قلنا من كلمات ومهما كان عندنا إلهام ومهما جمعنا كلام الدنيا كله مش هنقدر نوصف بيه طبعا جمال وعذوبة ورقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنحاول نجتهد نقدم لحضراتكم كلمات جميلة نحتفل بيها مع بعض بذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهيكون ضيفي الآن الشاعر الجميل اللي دايما بينورنا في قناة مصر الزراعية شاعرنا الجليل أستاذ أحمد مرسي. أستاذ أحمد أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أسامة. حضرتك طيب وبنورنا ودايما بنستمتع بكلماتك الجميلة. لسه كنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوى وبنقول انك فعلا دايما بتخش معنا مداخلات وبتسمعنا كلماتك الشعريه والنهارده يوم مميز طبعاً. اكيد طبعا كلنا بنحتفل بيه واكيد احتفال حضرتك هيكون مختلف لانك طبعا شاعر جليل. قولي لما بتيجي تكتب كده شعر ديني تحديدا وشعر بتتكلم فيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن الهجره بتبقى حاسس بايه وايه اكتر حاجه بتكون ملهمه ليك؟ والله هو لما باجي اكتب كل سنه والامه الاسلاميه بخير وسعاده ان شاء الله. وطبعا من اجمل لحظات عمري اللي انا اكتب فيها شعر ديني حقيقي يعني. لكن الشعر الديني بياخد مجهود اكتر من الشاعر. غير اي قصيده عاطفيه بيتناولها بتبقى عاوزه فكره وتبقى عاوزه صنعه وطبعه يعني يبقى الموهبه متوفره والحاجات ديت وعاوزه موقف بس عاطفي عاشه الشاعر يعني او تخيله أو قصة قدامه بيكتب عنها. أما الشعر الديني له مواصفات أخرى خالص مختلفة عن الشعر العاطفي. الشاعر اللي بيكتب شعر ديني لازم يكون مثقف وقارئ عنده معلومات جيدة عن الموضوع اللي بيكتب فيه. يعني لما نيجي نتكلم عن الهجرة مثلا أنا كاتب نسمات الهجرة. طبعا قريت عن الهجرة كتير جدا جدا علشان يبقى عندي حصيلة إن أنا أكتب بيها وعندي المعلومة اللي أنا أكتب عنها. فلازم يكون ده متوفر جدا ويكون دارس ويكون قارئ ويكون مجتهد ويكون شاعر جميل وبيكتب سواء اذا كان هيكتب باللغه العربيه الفصحى او باللهجه العاميه. صحيح، دايما شعرنا في هذه الفقرات اللي فيها شعر قليل من الكلام كثير من الشعر والكلمات الجميله. هنبتدي تيجي نبتدي بنسمات الهجره؟ نبتدي نسمات الهجره. اتفضل. نسمات الهجره. يا أرض مكة في حشايا عزيزة أنت التي في القلب والأذهان هذه ديار في العيون كريمة لكن حب الله في الوجدان لو كنت تسأل عن ديار للتقى يأتي البيان بسورة الرحمن تركوا زويهم والقلوب صبابة من أجل نور الله والإيمان يا عترة من عترة من عترة بك يهتدي من ضل في الوديان وقريش تبني كل يوم مجدها بالذل والطغيان والأوثان إذ رام أهل الشرك دار محمد كي يقتلوه بنشوة النشوان قد ألبوا للحقد كل نقيصة في مهرجان الغدر والشيطان وتجمعوا من كل قوم فارس وتأهبوا بالكفر والعصيان أن يطعنوه بضربة بسيوفهم أن يطعنوه بضربة بسيوفهم هو نور فجري هم هباء فاني والوحي يأتي للحبيب بهجرة هي جوهر للدين والإيمان وعلي كان مع النبي المصطفى نم يا علي ببردتي ومكاني ترك النبي فراشه متعطرا
نور اليقين معلم القرآن قد ذر فوق رؤوسهم الثرى وحصار باء بالخسران. الشمس تشرق للحياة بهية من رتب الأقدار بالميزان. لكنكم هل تسألون محمدا من عطر الأكوان بالريحان وصار الحبيب بوجده لصديقه يبغي رحيلا في حمى الرحمن. يا صحبة الروح الطهور ليثرب قد هاجروا للفوز بالرضوان. بأبي وأمي أفتديك بمهجتي من أجل دين ناصع التبيان. صديق أمتنا الرفيق لرحلة فيها المقامة أقتت بزمان. أما عن الصديق فاعلم أنه يخشاه راعي الجن والشيطان. ساروا بصحراء فلا زرع بها كانت دليل الحب والبرهان. في صخرة آثار رجله قد بدت هذه الصفات للنبي العدنان. وعلى الرمال مشى بلا أثر بدا سبحان ربي خالق الأكوان. ومشى الرفيق مع الرفيق إلى الذرى وبغار ثور يحتمي الإثنان. يبكي الصديق بدمعه متأسرا هم الزمان ولدغة الثعبان. ويد الحبيب سليمة من لدغة ترياق سم غل في الأبدان. هي رحلة للنور فجر للهدى جمعت هوى الياقوت بالمرجان. والمشركون أمام غار بائس والعنكبوت يموج بالأركان. عادوا بذل وانكسار مثلما عادت جموع دون أي معاني. وبشارة الأنباء جاءت يثربا وقفوا جميعا وقفة الفرسان. كل المدينة أشعلت أنوارها أهل كرام المجد والإحسان. أهلا محمد أهلا محمد أنت تاج الأنبياء غصن الربيع معطر الأردان. الله عليك الله، كلماتك جميلة وكان فعلا فيها وصف جميل لنسمات الهجرة الشريفة. وقد ايه فعلا زي ما حضرتك اتفضلت واتكلمت انه الشاعر لازم يكون مثقف، لازم كمان يكون ذو حس ديني عالي قوي عشان يعرف يعبر بكلماته الجميله. نعم طبعا كشعراء وكاهل الفن بنعتمد عليكم دايما في وصف كل حاله بنعيشها، ما بال بقى حضرتك لو حاله ليها علاقه بالناحيه الدينيه والروحانيه. ساعات بحس وكتير من الناس حاسين ان الفنانين مقصرين شويه في ابراز في النواحي الدينيه. الافلام التاريخيه الدينيه قليله جدا، المسلسلات كمان قليله جدا. تقييم حضرتك للحاله دي ايه؟ وهل المشكله في الانتاج ولا في الفنانين وحتى الندوات الشعريه الجميله اللي ليها علاقه بالناحيه الدينيه لازم بتبقى في مناسبات، لكن صحيح نادرا صحيح لما بنلاقي ندوه شعريه ليها علاقه بالناحيه الدينيه في ايام عاديه بعيدا عن المناسبات الدينيه. الحقيقه كلام حضرتك مظبوط جدا وأيد جدا. يعني نمره واحد، اولا القنوات او الراديو دلوقتي ما عادش بيهتم بالنواحي الدينيه زي زمان. دي حقيقه يعني. ده كمان اصلا ما عادش بيهتم بالشعر اصلا زي الاول. يمكن انتوا قناه، انا بستغرب انتوا قناه يعني المفروض ان كنتوا متخصصه، بس بصراحه بتغطوا كل الجوانب. احنا عندنا تنوع سواء الاجتماعيه سواء الثقافيه سواء الاجتماعيه صحيح. السياسيه الاقتصاديه وحتى الدينيه فانا شخصيا جيت وقلت في القناه حاجات دينيه كتير يعني. الحقيقه يعني فهي قناه متميزه زي ما بتهتم يعني فعلا بزراعه الاشجار، بتهتم بزراعه العقول وتنوير العقول بصراحه يعني. صحيح. فطبعا ده شيء جميل، لكن فعلا لما تيجي تنظري بصفه عامه
انت حضرتك ما بتشوفيش ده في كل القنوات او كل الموجات الاذاعيه، ما بيهتموش خالص بالنواحي الدينيه. فطبعا هيجي منين ده؟ كمان هي مكلفه، كمان شعراء اللي بيكتبوا في الدين ومتخصصين في الشعر الديني قليلين جدا، قلائل جدا. صحيح. لكن هم ما بيبحثوش بقى يعني بصراحه، ما يعني هم كسالى يعني، فعلا الاعلام كسلان او من الناحيه الدينيه. كمان في حاجه ان هي الافلام الدينيه زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ان هي كمان عاوزه مصاريف وعاوزه ماده كتير. يعني شوفي لما تشوفي فيلم اجنبي مثلا، لما تشوفي فيلم عمر المختار، شوفي كان مكلف قد ايه في وقت كان امتى. صحيح. مكلف ملايين كتير جدا جدا وارقام كبيره يعني تخض. ليه؟ لانه عاوز تصوير معين واستديوهات معينه وعاوز امكانيات وتصوير خارجي. فده فعلا عاوزه مجهود وعاوزه تضافر كل الجهود ان هي تبذل في سبيل نشر الوعي الديني والشعر الديني والصوفي والحاجات دي كلها. صحيح. انا طبعا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك وبقول انه نفسي الفكر ده يتغير ويبقى عندنا اعمال دينيه، وكمان الشعراء طبعا يهتموا بده، وانا بطلب من حضرتك وكتير من الشعراء تعملوا ندوات تثقيفيه من الناحيه الدينيه وتبرزوا طبعا الكلمات الجميله اللي جمال بتكتبوها. ديننا الاسلامي طبعا وجمال الدين بصفه عامه ده شيء. وده هيبقى متهيألي كمان لما حضرتك كنت بتتكلم ده اقرب الى عقول الشباب. يعني دلوقتي الشباب اعتقد ان ثقافتهم مش بتستوعب قوي الحاجات الثقيله، ولكن بالقوى الناعمه دي خفيفه على الاذهان. حتى الانسان الغير متعلم تلاقيه ممكن يستوعب الشعر والكلمات البسيطه، وخصوصا لو شعر عاميه. طبعا هنروح ونستغل او نستفيد وجود حضرتك معنا ونوصف بقى وصف الرسول الجليل الكريم عليه افضل الصلاه والسلام من خلال كلماتك العذبه. اتفضل. وتزينت كل الكواكب في الفضاء وهج يفوق الشمس عند ضحاها، ميلاد خير الخلق طه نبينا لما بدا فوق الوجود سناها. إبليس يبكي حسرة من نوره، بل يكتوي بالنار تحت لظاها. والعار كل العار إن شبهته بالبدر لما رحت تمدح طه. ما كنت تدري أن نور محمد زخات عطر فائح وشزاها. يا من خلقت مكملا، يا من خلقت مكملا ومنزها، هي آية ضمن الكتاب تراها. قد كان آدم يستجير بنوره وباسمه بعناية فاقت مداها. لما تلا من فوق ساق العرش باسم الإله واسمه عزا وجاها. من قبل خلق الخلق كان بنوره قد عم أرضا بالهدى وسماها. ديوان كسرى قد تحطم وانزوى، فكأن فيه نوائحا يرجى رثاها. وتحطمت أصنام مكة علها تحيي قلوبا مات كل هداها. نيران فرس أخمدت لما بدا نور النبوة عاطرا، نور النبوة عاطرا ويباها. وملوك أهل الأرض دانوا كلهم وتصدعت تيجانهم بضياها. هي معجزات أسكرت وجدي بها، قبس بنور الله بل شمس نراها. وتعطرت أم الحبيب بمولد، وتعطرت أم الحبيب بمولد، وكذا النجوم تعانقت لهواها. من ذا الذي يهوى عيون محمد؟ من ذا الذي يهوى عيون محمد؟ من ذا الذي يحكي على نجواها؟ حتى الربيع بعطره لما بدا بستان ورد من يفوز سواها. هي آمنة
عطر لتاج الأنبياء من ذا يداني في الكمال رضاها. سماك ربك في السماء بأحمد سماك ربك في السماء بأحمد ومحمد في الأرض فوق لواها. يا عاطرا يا عاطرا والمسك منه يفوح حسبي أزور وخاطري مشروح. إن كنت أمدح في غرام محمدا فمحمد بين الورى ممدوح. صلى عليك الله يا علم الهدى أنت الحبيب ومهجتي والروح. لما عشقتك والهوى قدر لنا والورد ينطق عاشقا ويبوح. ولقد أتيتك روضة قدسية كان الفؤاد معذب مجروح. إني حسبت عليك يا خير الورى والقلب فيه مواجع وينوح. أغمضت عيني كي أراك حقيقة فوجدت نورا للعيون يلوح. قد جئتنا بالدين أنت إمامنا قد جئتنا بالنور أنت نصوح. علمتنا والخير ما علمتنا وكنوز علمك بابها مفتوح. يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت شفيعنا نور تجلى بهجة وطموح. يا رب يا رب واكتب في صحيفة مادحا بل خادما يا رب واكتب في صحيفة مادحا بل خادما سامح فأنت سموح. يا رب إني عاشق للمصطفى فاصفح فإنك غافر وصفوح. الله الله، يعني كلماتك معبرة وجميلة وفعلا اديتنا وصف كده جميل ومشوق للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا لو هنيجي نخاطب جيل الشباب ونستغل قد ايه المواهب الشابة وندعم عندهم الحس الفني كمان اللي له علاقة بالشعر الديني، حضرتك تنصحنا بايه وقد ايه ده ممكن يكون له دور كبير طبعا من مدرسين اللغة العربية في المدارس؟ يعني طبعا. انا نفسي الموضوع يعمم كمان بما ان احنا كمان مقبلين على الدراسة، فيبقى عندنا الحس الجميل ده موجود وندعمه في الطلبة كمان. انا عاوز اقول على حاجة، لما نيجي يعني نعلم الناس والطلبه والشباب صفات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان نقتدي بيها. يعني لما نيجي نقول في اخر سوره التوبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. لما نيجي نشوف الايه بتقول ايه؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سيدنا النبي رد ايه لما نزلت عليه الايه دي؟ قال ايه؟ والله لن ارضى والله لن ارضى والله لن ارضى وواحد من امتي في النار. الله، هذا جمال سيدنا النبي، هو ده التواضع وهو ده الحكمه وهو ده الرحمه وهو ده الحب وهو ده التسامح. هو ده سيدنا النبي. نتعلم الاول صفات سيدنا النبي عشان نقتدي بيه. هو ده اللي لازم اقوله للشباب بصراحه، يعني واقوله للمدرسين ان هو لازم يغرسوا في نفوس الشباب صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلموا صح هيعبروا صح، هيكتبوا شعر، هيكتبوا مدح، هيبقى ده صفاتهم الخلقيه طبعا حياتهم. طبعا ده المهم. خلينا نختم فقرتنا بدعاء جميل، وانا مبسوطه جدا ان يومنا النهارده مليء بالكلمات العطره وكل فقره بتنتهي بدعاء، بس اسمحوا لي اني اشكر ضيفي العزيز الشاعر استاذ احمد مرسي. انا بشكرك وكل سنه وحضرتك بالف خير، وربنا يا رب يمد في عمرك ويلهمك الكثير من الكلمات الجميله اللي بتمتعنا بيها. شكرا جزيلا ليك، وطبعا يا ريت حضرتك تسمعنا الدعاء عشان نختم بيه فقرتنا. اتفضل. تمام، شكرا. احنا بنقول الدعاء بنوصف سيدنا النبي، يعني علشان نقول الدعاء عايز توصف. كل ورد جميل اشوفه الاقي فيه عطر النبي، احلى من لونه الجميل نور جمال سيدنا النبي.
كنت شفت الورد فين إلا لما العطر فاح، عطر نور سيدنا النبي، عطر يدينا الأمان، يدي للقلب انشراح، حتى شوك الورد غنى خلى نور الفجر لاح. ورد خلاني سعيد، خلى كل الكون براح، قلت نفس امدح، قلت نفس امدح محمد، قالوا امدح للصباح. رد قلبي وقال لي اه، نوره جاي من الاله، نور يخلي الليل نهار، نور يطفي كل نار، لما صلينا عليك والقلوب فيها الجراح. الصلاة تشفي العليل، لما تاه منا الدليل، واللي كان في المستحيل بالمديح أصبح متاح. إحنا جينا يا نبينا، قلنا فين البداية، انت ضي ونور عينينا، وانت مصباح الهداية. يا حبيبي يا نبينا، كل عاشق من الألوف اللي واقفين في الصفوف، كلنا عاشقين محمد، كلنا جايين ضيوف. اللي كان مليان جراح، واللي جاي مليان ذنوب، واللي قال نفسي أتوب، رب أعلم بالقلوب. كنت تايه في الدروب، واللي جاي عاوز السماح، واللي مليان بالمعاصي جه وقال أنا كنت عاصي. يا حبيبي يا نبينا، دلني فين الطريق، يا حبيبي يا نبينا، دلني فين الطريق، المعاصي تخلي قلبي في الضلال يعيش في ضيق. وانت مصباح الهداية، وانت أقرب من الصديق، خد بإيدي عمري راح. يا حبيبي يا نبينا، لما شفتك جوه كاسي، وانت أهلي وانت ناسي، أيوة مذنب أيوة عاصي، رب علام الغيوب، وانت إشراق الصباح. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، صلى الله عليه وسلم.